بشار الأسد بيسهل إجراءات الطلاق ومن الممكن أنه يوكل الرجال مرته بتطليق نفسها. كما أنه موافقة ولي أمر الفتاة على زواج ابنته ما عادت مهمة، والخير لقدام ووجبة جديدة من أخبارهم. الحمد لله بعد حل أزمة الغاز، الكهرباء، الزبالة، سيادته شاف حاله فاضي وحكى يا ولد خلينا نكون نموذجيين أكثر بين الدول المتقهقرة، قصدي المتقدمة، يعني ونحل الإشكالية البسيطة بقانون الأحوال المدنية. لهيك سيادته عدل القانون رقم 4 القاضي بتعديل بعض المواد من الأحوال المدنية، ومن بين هالتعديلات الخارقة لسيادته إنه الأب ما عاد له أي دور بزواج البنت، يعني بلا ولي بلا سوالف فاضية، وإن شاء الله لقدام رح يلغي الشهود كمان، يعني أحسن من هالناس مرماية بالحدائق. وجا بأحد التعديلات قانون الأحوال الشخصية ما يلي: إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال 15 وطلبا الزواج، يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسمهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. بس سيادتك العفو، يعني ما تفهمنا غلط، وضح لي كيف ممكن تكتشف انه فعلا بالغين. واحد التعديلات كمان انه بحق للزوج توكيل زوجته بتطليق نفسها. الو، كيفك يا قلبي؟ شو اخبارك؟ طمنيني عنك حبيبتي. فيك تنزل اليوم على المحكمة؟ عملت لك توكيل لتطلقي حالك. ايه لاني اليوم مالي فاضي، عندي تصوير حلقة فكتير علي ضغط. ماشي يا قلبي، باي تقبري قلبي، باي يا عمري، باي باي باي. طبعا مجمل التعديلات اللي اصدرها سيادته تتعارض مع بعضها وغامضه بنفس الوقت. التعليقات اللي اجت على صفحه ما يعرف برئاسه الجمهوريه كانت هيك: الولد او البنت ممكن يتزوجوا بعمر 15 ويختاروا الزواج، ومو مسموح يختاروا مع مين بدهم يعيشوا. برايك قرار الزواج بعمر 15 اسهل من قرار الاختيار بين الام والاب؟ معقول عمره او عمره 15 من زوجه بس ممنوع نسمح لهم يقرروا حياتهم مع مين؟ كيف إعادة النظر في بعض الأحكام والمواد؟ وما هي المواد التي سوف يتم إعادة النظر فيها؟ تركت مفتوحة ولم نعلم بها إلا في حال عدلت أو ألغيت أو أضيفت. على كل، نتمنى إعادة النظر في كافة القوانين والأنظمة لدينا، فعندما تتطور يتطور الإنسان. إن شاء الله يتم تعديل قوانين ونظام الشرطة المعمول فيه من زمن رواتب وتعويضات من أيام الانتداب الفرنسي. مضى عليها أكثر من 70 عام، أيام ما كان القرش والفرنك والليرة قيمتهم أغلى من الدولار. أنا بحتاج لقانون لمنع الابتزاز الوظيفي في الدوائر الحكومية، وضوح العقود بحيث لا يتم إرغام المتعاقد على عمل عدة أضعاف تحت شعار ما بتشتغل ما منجدد عقد. أرجو من سيادتكم لفت النظر إلى المازوت الذي يباع على أرصفة الشوارع علناً أمام المسؤولين في محافظة السويداء، وخاصة دوريات التموين، حيث تغض النظر عنهم وهم يبيعون اللتر بسعر 300 ليرة سورية. أليست الدولة أحق بهكذا سعر؟ لك حاج كذب، لك من يوم يومكن عم تمصوا دم البشر، كل ما صدر مرسوم العالم بتموت بزيادة، كل مرسوم وراءه ضرر للبشر. حاج تقولوا الله يخلينا سيادة الرئيس، سيادة الرئيس مصاص دماء هو واللي حواليه. نتمنى من السيد الرئيس يصدر مرسوم يمنع دخول الجمارك للمحلات ويرعبوا الزباين. يا دخيل لالله، هلق الدولة ما طلع عندها شيء أهم من أحوال الزواج والطلاق. غاز 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 غاز. شباب تعدوا ليها مرة تانية بس بصدى أكتر. غاز 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 غاز. يبدو رح تنقطع المي بهاليومين، نرجع من عبدي من العين. لا في كهرباء ولا غاز ولا بنزين، نرجع نمشي على الرجلين. رح ينقطع النفس الباقي بهاليومين، نرجع نتنفس بعدين. يبدو رح ينقطع النيد بهاليومين، أمك في عندها. أهلا وسهلا، أيا ميت أهلا وسهلا. وين هالغيبة يا جماعة؟
ممكن يعتقد البعض انه فنانو الاسد صحي ضميرهم، يعني اشتغل صار في شوية احساس. لا حبيبي، هذا النوع من الجنس البشري هيك طبيعته، بدق وبيرقص على وتر اسياده. ايام الماضية لازم ننساها، هلق في وضع جديد، هلق السلطة والمعارضة لازم يشتغلوا مع بعض ويرسموا سياسة الوطن والمواطن، ما هيك؟ تعليقات على الدراما فناني الاسد اللي هدفها تسخيف معاناة المواطنين كانت هيك. عأساس انتو صاير عليكم شي؟ ايه والله معكم حق تتسلوا، شو على بالكم؟ طقطوة استراتيجية أصابت الإمبريالية في مقتل وأحيت الأمل بالجياع الحفاة العراة، العروبة كلها بانتظار جديدكم. كأنه مرتفع هرمون التفاهة عند هالفنانين. إن شاء الله بينقض صوتكم وما عاد بيرجع، يا عيب الشوم عليكم بس. شو مشان الفيوزات طاقين؟ ما عندكم شغل وتمثيل؟ كونو سياتو تولى موضوع الأحوال الشخصية، خلينا نحكي عن أحوال نهر بردة بهالأيام. بردة وما أدراك ما بردة. سلام من صبا بردة أرق، ودمع لا يكفكف يهدي مشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزء عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي. نعم، هذا نهر بردة اللي عم يتحول لمكب للقمامة وقارورات المشروبات الروحية. هي طبعا حالة طبيعية، ما إذا القيادة زبالة شو بده يطلع منه، ورد جوري يعني؟ يطول بالك، ما خلصنا حكي لسه، بس بدك تطلع فاصل. تحدت مياه الصرف الصحيم مع شقيقتها مياه الشرب بمنطقة دف الشوك، وغمرت بحنانة كواب الهواتف بالمنطقة. طبعا هيك انكشفت الحالة الكارثية اللي بتعاني منها مؤسسات سيادته الخدمية، وما في أي جهة أو مسؤول اعترف بالمشكلة. كالعادة اجى سمك القرش وخلط التمديدات من تحت، وبعدين غمرهم بكواب الهاتف. التفاعل مع الحالتين السابقتين وتحديدا نهر بردة هيك كان. ما حدا فاضي للبلد، كله عم يسرق بحجة حماية البلد. هذا هو النهر الذي تغنت به الشعراء، شيء يدمي القلب. هذه هي مدينة الياسمين ومدينة الحضارة ومنارة الأمة الإسلامية في العهد الأموي. وين المؤيدين يشوفوا رئيس الزبالة يلي ضيع العباد وباع البلاد وصرف حقها، والعالم عم تشرب؟ يا عيب العيب بس. وقت بيشعر المواطن بالذل والقهر بالجيش ودوائر الدولة والنهب والفساد وغلا وما في شغل وكل شي بصير، بصير بده ينتقم وما بحس هذا وطنه، بصير بوسخ وبيرمي القمامة تعبيرا على انه على هيك بلد. فعلاً لما منحكي حكومة فريدة منشوف هذا أفضل وصف ممكن نطلقه عليها. بالوقت اللي بتطبل وبتزمر وبتصرع الدنيا بإعادة الإعمار المزعوم، تصدر اليوم قرار بوقف منح تراخيص جديدة بصناعة الحديد بهاي البلاد، ريثما تم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة. تطوير لجنة الخردة ولا حتى تفسح مجال للشركات الإيرانية بهذا الموضوع؟ هذا الشيء إجا بخبر نشره أحد المواقع الموالية على الشكل التالي. أوقفت الحكومة السورية منح تراخيص جديدة في صناعة الحديد في البلاد، ريثما تتم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة. وجاء هذا القرار خلال اجتماع خاص بتطوير صناعة الحديد، ناقش فيه رئيس الحكومة السورية عماد خميس مع صناعيين سوريين التوجهات الرئيسة للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر العصب الرئيس للبناء والإعمار بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا. وبررت الحكومة القرار لكي تكون صناعة الحديد السورية وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كل المعامل، إضافة إلى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية. التعليقات على أبو خردة كانت هيك. ريثما يتم التشغيل؟ يعني ارتفاع سعر طن الحديد في مستودعات التجار ريثما يتم التشغيل؟ إذا تم التشغيل هي، وهذا ما سيدر أرباح طائلة على مستوردي الحديد
التي مستودعاتها مضخومة بالمادة. قرار ينعش السوق السوداء. استمروا. ما دام في زبالة بطاقة غبية وتحديد كميات المشتقات تغطي حاجات المنشآت الصناعية والعمار وكل شيء، عيب يحكوا بموضوع الإعمار. قرارات فاشلة. بالوقت اللي كانت تنتظر فيه شبيحة الأسد وعناصر جيشه قرار دفع تعويضات للمسرحين من الخدمة العسكرية، أصدرت حكومة سياتو ما يلي: التزاماً بواجب الدولة تجاه المسرحين من خدمة العلم، أقر مجلس الوزراء برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الذين أمضوا 5 سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية، يعني ملتي عن تلتي فيسو، يتضمن تقديم مبلغ 35,000 ليرة سورية شهريا لمدة سنة، ويتم خلالها تسهيل حصولهم على فرصة عمل في القطاعين العام والخاص أو الأهلي، وتقديم تسهيلات لتأسيس مشاريع متناهية الصغر، على أن يتم تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنيا وحرفيا لتمكينهم من الحصول على الفرص المذكورة. نعم، 35,000 ليرة سورية لمدة سنة، ما تتفاجأ ابني، يعني حق تنكة زيت أو جاكيت شتوي منتج وطني. وهلأ منشوف ردة فعل المسرحين على القرار سوا. نفهم من هالحكي إخواتي إنه يلي صار له 5 سنين وما فوق ما بيطلع له تعويض، بس هالراتب لمدة سنة؟ بكرة بلفوا علينا بشلحونا إياه، وأكيد لهلأ ما بيعرفوا كيف رح يوزعوه. الشعرة من هديك مكسب، 35,000 قال. الله يزيد ويبارك من مكرمات الحكومة. عمي ما بدنا شي، بدنا تسرحنا وبس. يعني 35,000 كل شهر مع التعويض ولا بدون؟ بدل الراتب يعطونا بيوت نعيش فيها، يعطونا قروض منيحة نفتح شي مشروع نشتغل فيه، أحسن ما نشتغل عند الناس ونشغل إخواتنا العسكريين اللي عم يلفوا البلد ما حدا عم يشغلون. الوضع المميز اللي بيشهده قطاع الكهرباء بسوريا دعا بعض الموانين للمطالبة بإلغاء هندسة الكهرباء واستبدالها بهندسة الشموع أو اللدات، البطاريات أو الشواحن الصغيرة. التفاعل حول استحداث فروع هندسية جديدة بتتماشى مع الواقع السوري كانت هيك: هندسة اللدات صارت بإيد كل الناس. هيك مبين منرجع للعصر الحجري، أصلاً رجعنا وخلصنا الحمد لله. كله بس علشان نفهم انه أزمة الغاز ما رح تنحل، يعني من الآخر ما في غاز. هاد اللي لازم يكون هندسة اللدات وكيف تحافظ على عمر بطارية البيت. والله معكن حق، بس ودراستنا وين نروح فيها؟ بالتأكيد في صراع كبير بين حيتان التهريب بالبلد. هالصراع بلشت ملامحه تظهر من خلال حملات الجمارك المكثفة اللي عم تشهدها معظم المناطق وخاصة المدن الكبيرة، وما منستبعد انه في حدا عم يضارب على شغل سيادته بالتهريب، لانه التهريب والبضاعة المهربة شي مو جديد، وهذا الشي باعتراف صحيفة تشرين. لم يكن إغراق أسواقنا بالمهربات منافسة المنتج المحلي في عقر داره وليد اللحظة، فالتهريب كان شغالاً على قدم وساق طوال سنوات الحرب بعد ترك الأبواب مشرعة للمهربين لإدخال ما لذ وطاب لهم من دون مراقبة أو مساءلة. أحد المتفاعلين مع حملات الجمارك بيقول: كلنا مع الجمارك بهذا الموضوع، بس الأجدر ضرب المستودعات والتجار قبل أصحاب المحلات، وإذا ما عندكم فكرة وين في مستودعات بخبركم إنه السومرية بتوزع مشروبات تركية للشام كلها. ما تضربوا محل عم يعيش عيلته وتتركوا التجار خربة البلد. للعلم طبعاً السومرية هي منطقة قرب دمشق تتواجد فيها مساكن الضباط، وفعلياً سؤال كتير مهم، أنتوا ما تعالجوا الموضوع من راس النبعة؟ وصلنا مشاهدينا فقرة مرئيات. كان أفراد حكومة سيادته على موعد مهم واحتفالية أهم من تشرين والحركة التصحيحية والبعث وكل شي بتعرفوه،
عيد انتصار الثورة الإيرانية. اي والله يا ريتو ألف مبروك. هاي المناسبة كانت فرصة ليخبرنا فيها المدعو فيصل مقداد انه كل اللي عم بيصير بسوريا هو لتحقيق أهداف الثورة الإيرانية. وبمناسبة العيد الوطني وذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أقامت السفارة الإيرانية في دمشق اليوم حفل استقبال، وذلك في فندق دمروز بدمشق. ونحن في الجمهورية العربية السورية نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، لأن الجمهورية الإسلامية دعمت سوريا في مختلف مراحل السنوات الأربعين الماضية من جهة، ووقفت إلى جانب الجمهورية العربية السورية في نضالها من أجل مكافحة الإرهاب. والزيارات الأخيرة بين المسؤولين، سواء كان زيارة السيد جهانجيري نائب الرئيس الإيراني إلى دمشق أو زيارة السيد وليد المعلم إلى طهران، أثبتت مرة أخرى أن هذه العلاقة غير قابلة للتراجع، وهي علاقة تتقدم باستمرار حتى تحقيق أهدافنا في الجمهورية العربية السورية وتحقيق أهداف الثورة الإسلامية الإيرانية في استعادة كل شبر من أراضينا المحتلة. شهدت الفترة الأخيرة تهديدات ووعود بالرد على العدوان الإسرائيلي، بدنا نهدد ونعمل ونساوي ونحط، وطبعا بالتأكيد وسائل إعلام نظام سياتو كانت من أول المهددين. في ليلة اصطياد الصواريخ الإسرائيلية واحدا واحدا، تعيد دمشق كتابة التاريخ. أن عربدية الأبيب فقد فاض كيل الصبر حتى بلغ منتهاه، وبعدها قد تحرق الشام أخضر ما بعد حيفا ويابسه. لكن فجأة يا سبحان الله اختلف خطاب الجماعة تماما، واكتفوا بحمد الله عز وجل إنه الأضرار مادية. لك مشان الله فشوا غلنا شي مرة، فشوا وردوا عليهم. أقدم العدو الإسرائيلي على الاعتداء بعدد من القذائف على محافظة القنيطرة، واقتصرت الأضرار على الماديات، كما قامت طائرة مسيرة إسرائيلية حوالي الساعة 7:50 بإطلاق 4 صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام، واقتصرت الأضرار على الماديات. وهلأ وصلنا لكاريكاتير الأسبوع. جريدة الوطن نشرت عدة رسوم كاريكاتيرية بأعدادها السابقة تناولت مسألة الفساد المستشري بحكومة سياتو، خاصة فيما يتعلق بالتهريب والتجار الكبار. منشوفها سوا. وفي كاريكاتير تاني كمان حاكت من خلاله عملية مكافحة الحكومة الفريدة للفساد، نحضره مع بعض. وأخيراً كمان قدمت بكاريكاتير أحد صور تعديلات سيادته على قانون الأحوال الشخصية، نحضره سوا. شاركونا مشاهدينا وتفاعلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا والظاهرة على الشاشة على الموضوعات والفيديوهات اللي طرحناها بحلقتنا لليوم. لقونا الأسبوع الجاي بوجبة جديدة من أخبارهم. باي باي. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جنادي غاتيلوف تأييد بلاده لمشروع قرار اقترحته باكستان. رأي المواطن على السوري كاسر يعني هناك قذائف. يقول انه الله ياخذ لنا بشار الاسد يريحنا منه. انت مع المساكنه ولا لا؟ لا يعني انا ما بفرق. انا اسفه ماما، انا ما